التغيير السلمي أيقونة فبراير المجيدة. احتشد مئات الآلاف من شباب اليمن وكهولها في ساحات التغيير والحرية على امتداد الوطن، وإلى هذه الساحات جاء الحوثيون كغيرهم دون سلاح والتزموا بالمعايير الحضارية للثورة، لكن إلى حين. لم يكن الحوثيون جزءا أصيلا من ثورة توخت التغيير السلمي وكافحت من أجل انتقال آمن وديمقراطي للسلطة في بلد يتسم بالهشاشة على كل المستويات. فقد رأى ثوار فبراير ثورتهم تجديدا للثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر وإحياء لقيام الجمهورية، في حين رأها الحوثيون خروجا على الحاكم الظالم الذي أخذ ما ليس له ونازع أهل الحق الإلهي حقهم في الحكم والسيادة على الناس. إنه فارق شاسع حاول أنصار الميليشيا أن يثبتوه في ساحة التغيير عبر مائدة مستقلة ومنبر مستقل ووجهة نظر مختلفة، لكنهم فشلوا. حصل الحوثيون على ساحة آمنة فحسب، فيها رتبوا لإنجاز نسختهم الخاصة من الثورة الإسلامية حتى بلغوا هدفهم في 21 سبتمبر 2014 بدعم محلي وإقليمي ودولي لا ينكره إلا مكابر. ثورة الحوثيين المضادة وصفت حينها من قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال محمد علي جعفري بأنها أحدث إنجازات الثورة الإسلامية خارج الحدود الإيرانية، جزء أساسي من النفوذ الذي حققته جماعة الحوثي الانقلابية لم يكن ليتحقق لولا الفرص الهائلة التي حصلت عليها من التحالف التكتيكي مع المؤتمر الشعبي العام وزعيمه علي عبد الله صالح الذي لقي حتفه بعد 3 سنوات فقط على يد الحوثيين أنفسهم. لم يكن مجيء الحوثيين إلى الساحات هو المشكلة، بل التحالف الذي أقامه مع صالح وحزبه وهندست له غرفة عمليات الثورات المضادة. هذا التحالف قصد منه الانقضاض على قوى ثورة فبراير ومكاسبها، وتأكدت الحاجة إلى إتمام الثورة المضادة منذ اللحظة التي انضمت فيها نخبة من قادة الجيش يتقدمها اللواء علي محسن صالح قائد المنطقة العسكرية الشمالية حينها إلى صفوف ثورة فبراير. يتجاهل الحوثيون ثورة فبراير بالجملة ويمنعون إقامة الاحتفالات في ذكرها، كيف لا وقد أنجزوا ثورة هي على النقيض من قيم الحرية والديمقراطية والشراكة الوطنية التي تشبعت بها ثورة 11 من فبراير 2011 وحوربت لأجلها من أعداء الداخل والخارج.